تلك برنامج بين أيدينا أختم به خطبتي هذه لعلكم تستفيدون منها وأنا أيضا أستفيد منها الأجر. كان علماؤنا ينصحوننا بأن الإنسان يبدأ المعسكر الإيماني من شهر رجب. المعسكر الإيماني النهاردة أو عد عليك 3 أيام كمان في شهر رجب، تبدأ أولا أول شيء تبدأ بالاستغفار في كل يوم 100 مرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام كان طيلة العام يفعل هكذا، استغفر الله 100 مرة، قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، فمن قال سبحان الله وبحمده في كل يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. 3، تصلي على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام 100 مرة بأي صيغة. من أنت حتى يلهمك الله الصلاة على سيد الخلق؟ وإذا أطلق الله لسانك بالصلاة على نبيه فإن الله أراد أن يغفر لك ويصطفيك ويجتبيك. 4، الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمات قالها عليه الصلاة والسلام أفضل مما طلعت عليه الشمس. 5، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، من قال ذلك كانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه. وكأنما تصدق بعشر رقاب من ولد إسماعيل ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. 6، دعاء يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 100 مرة، فإنه يبدد الإحسان ويجلب الخير لك. 7، حينما تدعو بدعاء سيد الخلق دعاء الكرب، قل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. 8، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث إن كان فيه ضعف، من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في كل يوم 100 مرة استجلب الرزق ودفع عنه عذاب القبر. بعد ذلك 9، لا يمضي عليك يوم إلا وأنت تصدق ولو ب5 جنيهات. من النهاردة تجد أن ربنا عز وجل يسر لك الخير كله. قال تعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. 10، أيها الموحدون، صيام 2 والخميس ما استطعت إلى ذلك سبيلا في شهر رجب. فشهر رجب كان الصحابة يصومون فيه. اللي يقول لك بدعة ومش بدعة، انظر إلى حديث سيد الخلق، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، دليل أن الناس كانوا يعظمون رجب ويصومونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلوا بالكم من شعبان فإن الناس يغفلون عنه. أسأل الله تبارك وتعالى بأحب أسمائه إليه أن يردنا وسائر الناس إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا.